ومراعيها. الدرجات العالية هي معيار التفوق في المدرسة، والدراسة هي مفتاح هذا التفوق، وعليه فإنه بإمكان أي تلميذ أن يصبح ناجحاً ومتفوقاً ومن أفضل تلاميذ المدرسة. فهل التلميذ وحده مسؤول عن هذا التفوق؟ في دائرة تتكون من أطراف: معلم، طالب، مدرس، بيت. البيت طبعاً شيء مهم جداً وعنصر مهم جداً في المتابعة. أنا إذا ما عندي طالب لي متابعة، أكيد كل اللي أنا مجهودي بيروح في، يعني ما بيظهر أثره بوضوح. يجمع التربويون على أن مدرس المادة هو الفيصل في كثير من درجات الطلاب، وشخصيته وطريقة إعطاء المعلومة هي التي تحبب التلميذ بدرسه أو تكون مسؤولة عن تنفيذه. قبل ما المدرس يكون عنده طريقة، لازم يكون عنده قابلية عند الطلاب. لازم الطلاب تقبل المدرس أو كقابلية، في عنده كاريزما كده، يعني في تواصل أو طريقة تواصل أو طريقة الحب بينه وبين الطلاب. وبالتالي إذا استطاع المعلم أن يجذب الطلاب إليه داخل الحصة، بتأكدي بدون تردد المعلومة توصل بيسر وسهولة إلى الطالب. الجد والاجتهاد والمراجعة اليومية ومحاولة التركيز على الدرس واجبات يراها التلميذ أمراً لا بد منه لتحقيق التفوق. أحسن أنا راجع يومي وعشان أتذكر، مو بني أروح باتشر المدرسة وأنسى كل شيء اللي خذيته في المدرسة. أحب أكون متفوقة ويا دراسة. أنت أصلاً ما بتكوني متفوقة إذا ما درستي. ويرى كثيرون أن الاستراحة وتحقيق النشاط أمران لا بد منهما لتجديد ذاكرة التلميذ وتحفيزها وصولاً إلى مرحلة التفوق. إذن هي أسرار النجاح ومفاتيح التفوق: جهد ومفردات بسيطة، عادة ما تكون ركائز أساسية من شأنها صقل شخصية الأطفال وتفوقهم المدرسي والحياتي ككل. لبرنامج اليوم على الحرة من دبي، فائزة العزيز.